أعطى المنتخب الوطني لناشئة كرة السلة تحت 16 سنة بقيادة مدير الفني علي هاشم في التأهل لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2020 برومانيا، بعدما حصدنا فضية بطولة إفريقيا التي استضافتها رواندا في الفترة من 27 من يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري. التأهل لكأس العالم هو الثاني لمصر في تاريخها على صعيد منتخب الناشئات، فأول مشاركة لمصر كانت في نسخة 2014 بتشيك. منتخبنا الوطني صعد لنهائي البطولة القارية بعد فوزه على المنتخب الأنغولي بنتيجة 71-50، وكان منتخبنا الوطني قد تخطى نظيره التنزاني في دور الثمانية بعد الفوز عليه بنتيجة 88-41. مصر في الدور التمهيدي حلت في المجموعة الثانية رفقة منتخبي أوغندا ومالي بعد انسحاب جنوب إفريقيا، واستهل منتخبنا مبارياته بالفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 80-46 قبل أن يخسر من المنتخب المالي بنتيجة 88-57. مصر لم تتوقف إنجازاتها بالصعود للمونديال فقط، فنجد أن لوجين سامي لاعبة منتخبنا الوطني ونجمة نادي الصيد توجب بجائزة أفضل مصوب ثلاثيات في البطولة، كما اختيرت ملك سامي الفطيري لاعبة منتخبنا ونجمة نادي سموحة في تشكيلة منتخب إفريقيا كأفضل لاعبة ارتكاز. الأهلي يمتلك لاعبتين في قائمة منتخبنا الوطني وهن رضوى علاء وهالة علي، كما أن المدير الفني للمنتخب هو المسؤول عن قيادة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي هو الكابتن علي هاشم. قائمة شرف منتخبنا الوطني للناشئات لكرة السلة تضم 12 لاعبة وهن فريدة مسعد، منة الله شريف، رضوى علاء، لوجين سامي، جنى حازم، ملك عبد القادر، آية الفئي، ملك سامي الفطيري، فريدة البنداري، هالة علي، فريدة خالد، وفريدة تامر. زي ما شفنا في التقرير، تقرير جميل، تقرير فيه نجمات ناشئات صاعدين بقوة الصاروخ قدروا يوصلوا لفاينل افريقيا. هو فعلا ما كسبوش فاينل افريقيا لكن تأهلوا لكاس العالم. لما لعيبة لسه فيها 16 سنة تأهل لكاس العالم او منتخب مصر يتأهل لكاس العالم لازم نشكره، لازم نقول الف مبروك عشان ندعمهم، عشان المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا عندهم في الحياة، ممكن يوصلوا وممكن يوصلوا لمنصات التتويج في بطولات العالم. لكن خلينا نرحب بنجومنا اصحاب الانجاز بمدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة كابتن علي هاشم. كابتن علي منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك كابتن خالد، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا رب. وخلينا نرحب بنجمتنا كابتن هالة علي معانا النهارده. كابتن هالة منوره. منور حضرتك. ومعانا كابتن منة الله شريف. كابتن منة منورانا ومشرفانا. الله حضرتك. ومعانا كابتن فريدة خالد، لازم نقولها الف مبروك كابتن فريدة. طيب حضرتك قولي لي لما كسبتي ايه اللي حصل؟ ما يعني انبسطنا قوي لان يعني كانت اول مره ناخد نتاهل لكاس العالم بعد 8 سنين يعني فيعني عملنا حاجه حلوه جدا ان احنا تاهلنا لكاس العالم. كابتن علي خلينا نبدا معاك الحوار ونقول ان بطوله افريقيا دي لما بنيجي نوصل نشتغل عليها على فترات طويله شويه. اشتغلت من شهر 12 او من سنه تقريبا. بدايتك كانت ازاي واخترت المنتخب ازاي؟ كونت منتخب مصر ازاي؟ بدانا شهر 12 نزلنا اتفرجنا على بطوله المرتبط وبطوله الجمهوريه. وصلنا حوالي 85 لعيب. 85 لاعب. شفنا الناس كلها لحد ما بدانا ننزل بالعدد لحد ما قفلنا شهر نص 4 اول 5 مش متذكر بالظبط. كنا بناخد اشتغلنا شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3 كنا بناخد 3 4 ايام اخر كل شهر معسكر لحد ما قفلنا شهر 5. وبعد شهر 5 قفلنا بقى على 20 لعيب. قفلت على 20 لعيبه عندك. ال 20 لعيبه النهارده منا لما بتسافروا افريقيا الوضع مختلف. احنا في مصر هنا قاعدين رفاهيه، لكن في افريقيا شفتي حاجات مختلفه اكيد، وكان في مشاكل عندكم بالذات في الاقامه. ايوه احنا شفنا يعني المنظر نفسه بتاع الناس واللعيبه كان
كان شكلهم مختلف قوي عننا في كل حاجه احنا بنعملها. يعني كانوا مختلفين عننا بدنيا ويعني طبيا وكل حاجه، كانوا كل حاجه هما بيعملوها كانت مختلفة قوي عن اللي احنا بنعملها. الموضوع كان جديد شوية. خاصة منا على الإقامة، الفندق اللي انتوا قعدتوا فيه اللي حصل فيه مشاكل وغيرتوا الفندق ورحتوا فندق تاني والأكل وحاجة زي كده، تقولي إيه؟ يعني قدرتي تتأقلمي مع الأكل هناك وتاكلوا عادي، ولا كانوا بقى جايبين أكل كابتن علي معاهم وقصة؟ احنا كنا جايبين معانا أكل بس يعني احنا لما روحنا الأوتيل اللي هو اللي احنا غيرناه كان الموضوع غريب شوية بالنسبة لنا، اللي هو يعني احنا مش متعودين على اللي احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه. هو ده اللي انا بقول عليه، مش متعودين. كابتن علي ازاي كابتن علي قدرت مع البنات وهم في مصر في رفاهيه كبيره جدا، لكن في سفر افريقيا انت عارف وضع مختلف، اقامه مختلفه، حياه مختلفه، ازاي قدروا تديهم الدافع ده اللي هم يقدروا يتواجدوا؟ هو احنا كنا مستعدين للكلام ده، ان انا رحت 3-4 مرات وعارف ايه اللي بيحصل، بس على قد ما نقدر هنا. انا كنا كان في بروجرام اجل محطوط، يعني هم زهقوا منه 3-4 شهور نفس الاكل هو كل يوم. الاوض كانت في المركز الاولمبي برضو، بالنسبه للاوتيل اللي كنا قاعدين فيه هناك برضو يعني كانت 5 نجوم يعتبر. بس يعني هم احنا كنا رايحين بهدف واحد اللي هو خلاص احنا جماعه رايحين ناخد البطوله، هو هنوصل كاس عالم فهنقعد في اي حته واي كان قبل. يعني احنا قبل ما الفندق يتغير قلت لهم خلاص هو الموضوع خلصان، احنا هنقعد هنا. قدرنا نغيره، قدرنا ما قدرناش احنا هنتعامل على هنا. ولحد يوم ما ننقل جبت كابتن فرقه وقالت لي لا خلاص احنا مش عايزين ننقل، هنقعد هنا على طول. هلا لما وصلتوا فاينل افريقيا وحسيت ان رحت في كاس عالم، اتكلمتوا مع بعض ازاي قبل ماتش انجولا بالذات؟ كنا بنتكلم بعض، كنا بنقول يعني ان احنا وصلنا لحاجه كويسه، واحنا كان نفسنا نكسب ماتش مالي بس قدر الله يعني مش افعل. عشان هم كانوا اقوى مننا ودي كانت ميزه عندهم يعني. بس احنا برضو ان احنا قدرنا نلعب عليهم ولعبنا حلو الحمد لله. الحمد لله. قولي يا فريده، في ماتشين اوغندا بدأتوا اوغندا، كان في عندكم اول ماتش اوغندا في المجموعه، في بدايه المجموعات يعني، كان معانا اوغندا وكان معانا مالي في المجموعه. شفتي ماتش اوغندا ازاي وبداتوا افريقيا ازاي وانتوا رايحين بامل التاهل الى كاس العالم والفوز ببطوله افريقيا؟ احنا كنا يعني حاطين قدامنا ان احنا الماتشات كلها زي بعض، ما عندناش ماتش ضعيف وماتش قوي. ان الماتشات كلها جامده وان احنا لازم لو فرقه ضعيفه هنلعب لعبنا عادي وان احنا ما ننزلش في نفس مستواها. ماتش اوغندا كان ماتش عادي قوي يعني، كان ماتش عادي ما كانش صعب، بس في المجمعة اللي احنا لعبناها كانت ماتش مالي اصعب ماتش. بس احنا يعني لما خسرناه قلنا نسيناه يعني، وبدأنا في ماتش انجولا اللي هو هيوصلنا لكاس العالم. فاحنا اتجمعنا يعني مع بعض وركزنا وقلنا لا نسيب. قولي لي في الاوض وانتوا قاعدين كده في اوضكم وانتوا نايمين، واحنا كنا لعيب وعارف فبنقعد مع بعض نتكلم، قلتوا ايه لبعض؟ بعد ماتش مالي، قبل ماتش انجولا، قبل ماتش الصعود، احنا قلنا خلاص ننسى ماتش مالي اللي خسرناه يعني، عشان كنا متضايقين جدا ان احنا هدفنا ان احنا نوصل ناخد اول افريقيا بس ما حصلش. فقلنا خلاص ننسى ماتش مالي ونركز في ماتش انجولا اللي هيوصلنا كاس العالم. منا فرقه مالي مختلفه عننا، البنات عندنا مختلفين شويه عننا، ولا ايه رايك؟ مختلفين في ايه بالظبط؟ في الطول، في الحجم، في الزق، في الضرب، يعني ايه اللي حصل جوه الماتش؟ كانوا بيضربوكي ويزقوا في كلام كتير ولا ايه اللي بيحصل؟ هو مختلفين عننا في كل حاجه. يعني طريقتهم في اللعب، العنف بتاعهم في اللعب، يعني خدت كوع جامد مثلا. هو انا خدت حركه جودو اصلا. يعني ازاي بقى؟ احكي لي يعني حركه جودو في الماتش. احنا كنا بنتخانق على الريباوند وكان فضلنا وقت قليل يعني، كانش وقت طويل، فانا كنت رايحه اشد من واحده الكوره، لقيتها راحت واخداني من ظهرها كده، راحت رزعاني في ظهري في الارض وسابوني وجري وخلاص عادي خالص، ولا كاني كنت حاسه ان في حاجه، ان هم بجد هيرجعوا بالهجمه عليا وانا على الارض. وبعدين يعني ما كنتش قادره اقوم بصراحه، لان يعني هي اصلا البنت بصراحه يعني عضلتها، عضله كتفها قد كده. هم الموضوع فيه مشكله. هلا طب شويه منا طويله شويه، اتعاملتي ازاي مع الوضع هناك بصراحه؟ كان الوضع صعب بصراحه، بالذات مع ماتش مالي يعني. ان هم كانوا اقوياء جدا يعني، وعندهم سرعه الصراحه مش عند حد يعني. كان الموضوع صعب، بس احنا قدرنا ان احنا نلعب عليهم برضه. قدرتوا كابتن علي؟ انجولا معروفه في كره السله يعني، هم بطلات افريقيا صحيح، زي مالي بالظبط. ان مصر تعدي انجولا ده انجاز في حد ذاته قبل ما توصل كاس العالم. ازاي قدرت تاهل بالفرقه ان يعدي ماتش زي انجولا، وانجولا هي يعني اسم كبير في افريقيا في كره السله؟ ازاي؟ ما فيش، احنا قعدنا مع اللعيبه قلنا لهم هو الجيم ده احنا شغالين بقالنا سنه عشان خاطر الجيم دوت، الجيم ده اللي هيوصلنا كاس العالم، الجيم ده هو اللي هوصلكوا لحته تاني خالص.
الجامد هو اللي احنا اللي انتوا تعبتوا عشانه بقالنا سنه شغالين وسايبين دراستكم وسايبين اهليكم وسايبين اصحابكم عشان الكلام دوت. درسنا فريق انجولا كويس يعني, اتفرجنا عليهم 3-4 مرات وبدانا نحلل لهم الجيم في المحاضره والحمد لله عدى يعني. يعني كمان الجيم ده طلع باسكتبول كويس قوي يعني, الناس كلها اتكلمت هناك الاتحاد الافريقي. الفرق كان كبير قوي صراحه. انا نفسي اتفرجت على شويه اجزاء من المباراه, حسيت ان في فارق في مستوى منتخب مصر للمشاهد. عملنا جيم كويس. البدايه كانت مهمه كمان يعني, احنا الستارت الجيم كان كويس قوي فده اللي فرق معانا. فريده كابتن علي قال كلمه مهمه, سبت دراسه سبتوا اصحاب وسبتوا اهل وسبتوا وسبتوا وسبتوا, ازاي بتقدري توفقي بين ده؟ دراسه, خروجك, تدريباتك, نادي, منتخب, الموضوع زحمه شويه. احنا لازم نضحي بحاجه عشان حاجه. بتضحي بايه, بدراسه؟ لا طبعا. ليه؟ اشمعنى نضحي بدراسه؟ يعني طبعا بنضحي بالخروجات والفسح وكده, وبنسيب شويه نضحي شويه بالدراسه عشان يعني نحقق حاجه في افريقيا. عشان تحققي الكلام ده؟ احنا لازم نضحي بحاجات كتير عشان كلنا عندنا هدف واحد فلازم نحققه. اكيد تحقيق الهدف كان تحقيق مهم جدا ان انتوا توصلوا لكاس العالم, دي حاجه مهمه جدا. سبتوا اصحابك, كان بيقولوا لك ايه؟ تيجي تخرجي معانا؟ هو انا بتضايقي بقى وكده ولا انت مقتنعه تماما اللي بيحصل؟ هو انا بصراحه يعني يعني في الفتره اللي بروح فيها المدرسه كان دايما صحابي بتوع المدرسه يبقوا خارجين وبعدين يقولوا لي تعالي اخرجي معانا وكده, اقول لهم لا معلش عندي تجميعه منتخب, عندي تمارين, فمش هينفع. حد قال لك فيكي مره كده وتعالي؟ لا ما هم بطلوا يسالوني بقى. بطلوا يقولوا لي تعالي معانا. بطلوا. فيعني هو انا عارفه من الاول, من ساعه ما انا دخلت المنتخب او يعني تمرينات عامه, انا عارفه ان انا دايما بيبقى فيه دايما لازم اضحي بحاجه علشان اعرف اوصل اللي انا عايزاه, لازم دايما اضحي بحاجه. فيعني لما بطلوا يسالوني الموضوع ما بقاش يضايقني قوي. ليه صراحه الاسره في البيت او بابا وماما في البيت والبوش اللي بيعملوا معاكي عشان تبقي بطله او نجمة كره السله؟ هو انا كان في فتره من الفترات ما كنتش يعني كنت ساعتها كنت بزهق قوي من الباسكت, طول كل يوم اقعد اتمرن وكده كنت بزهق. فبس يعني مامتي وكده يعني هي اللي كانت سنداني الفتره كلها, وهي كانت تقعد تقول لي لا هتروحي وكده. فهي الموضوع مهم قوي من زمان, لان هي يعني العيله كلها بتاعتنا كلنا لازم نلعب رياضه, ما فيش حد ما بيلعبش رياضه في عيلتنا. كلكم كلنا اخواتك مين؟ اخواتي يعني اخواتك كلهم رياضه, ما انت بتيجي كلهم رياضه. اخواتي يعني اخواتك البنات ليه؟ اخواتك بيلعبوا باسكت برضو؟ لا كانوا بيلعبوا باسكت بس سابوه. انت اصغر واحده في انا اصغر وفي ايكي مين؟ يعني مين اكبر منك؟ واحده عندها 18 سنه والثانيه عندها 20. كويس, كله باسكت برضو؟ لا والاثنين بيلعبوا فولي. هايل. وانت اللي درست الباسكت؟ انا رحت الباسكت ليه؟ يعني انا كنت كان بصراحه انا كان نفسي اجربه, كنت يعني كنت عشان اخواتي كانوا بيلعبوا وبعدين سابوا, فانا كان نفسي يعني اعرف, كان نفسي العب. فنزلت جربت تمرينه فعجبتني فكملت فيها. تمام. هلا اكيد في لحظه من لحظات ماتش انجولا فكرت ان انتوا خلاص وصلتوا لكاس العالم, اي لحظه في المباراه تفتكري؟ في الكوارتر الثالث اما كنا فعلا كلنا كنا بنلعب حلو جدا ودخلنا في مود الجيم وكنا حاسين اصلا ان احنا خلاص كسبنا, بس احنا الكابتن طبعا كان بيقول لنا ان لازم نلعب للاخر. فكنا كلنا كملنا للاخر واحنا كنا عارفين الحمد لله احنا كسبانين. كنت عارفين جوه المباراه افكار علي, حسيت امتى ان انت الحمد لله تاهلت لكاس العالم بصراحه شديده؟ بصراحه تقول لي قبل ما تسافر. في التسخين لما بصيت انا دايما قبل وهم بيسخنوا كده بروح اقرب كده اشوف الوشوش. حسيت ان الموضوع مختلف. قلت يعني حتى قلت للكابتن عمرو المدرب معايا انتوا هنكسب الجيم ده وهم بيسخنوا. الفرق المصريه او المنتخبات المصريه بصفه عامه لما بتكسب وتوصل التارجت بتسيب الماتش اللي بعديه بتخسر, هل ده ماتش مالي ولا الفارق والخبرات والامكانيات بصراحه؟ ما فيش, هم احنا بالظبط احنا احتفلنا ساعتين في الاوتيل وجمعناهم, يا جماعه احنا خلاص وصلنا التارجت الاولاني, التارجت الثاني اللي احنا عايزين ناخد نرجع بالكاس. فالموبايلات اتلمت والناس دخلت تتعشت وفي الاوض وكله وبتاع, بس يعني الجيم بقى فرقه مالي فرقه اوروبيه يا كابتن خالد. عايز اعرف بصراحه الاختلاف بين بناتنا مع ان انا عايز شايفهم ما شاء الله عليهم هيعدوا في المرحله اللي جايه, بس اختلاف فرق عن الوضع بدنيا وسرعه وقوه, وهم كده كده يعني عايشين في فرنسا, في 7 من 12 او 8 في 12 بيدرسوا وبيلعبوا في فرنسا.
اتعدوا كويس، اتعدوا يعني كان بقالهم شهر حوالي في فرنسا، جايين من فرنسا على رواندا، وهم بطلات القاره بقالهم 6-7 سنين ما خسروش جيم، يعني ما خسروش جيم، عندهم ثقه يعني. فريده في عندنا احتراف وعندنا خروج لبره مصر وعندنا سكولارشيب في امريكا والقصه دي كلها، عايز تعملي ده؟ طبعا. طبعا ما شاء الله. انا شايف ان الجيل ده كله يعني عايز يسافر وعايز يحترف، رايك ايه؟ هو كل واحد عايز يحقق حاجة وكان نفسه فيها يعني. أنا لما بدأت ألعب باسكت مامتي كانت يعني سبويت ليا من أول ما بدأت، وكنت عايزة أبقى حاجة يعني. خليني بصراحة، بابا ملوش دعوة بالموضوع ولا بابا برضه؟ في الأول بصراحة في الأول ما كانتش لي دعوة، بس يعني لما لقاني لا كويسة وجاي أتفرج عليا كام ماتش يعني كده، فيعني لا قالت كويسة وجاي يشجعني وكده. فعلا بتحبي البيت كله يجي يشجعك في المباراة ولا ما عادش الموضوع فارق زي ما أنت كنت صغيرة لسه؟ لا طبعا بحب لغايه وقتنا هذا. يعني كل ماتشاتك عايزه هم كلهم يكونوا قاعدين يتفرجوا. مين اكتر واحد بيشجعك في البيت؟ مامتي. تقولي لها ايه على الهوا كده؟ والله شكرا جدا ان انت وصلتيني ان انا ابقى امثل مصر لحد دلوقتي. وناويه ايه الهدف اللي جاي؟ ان احنا ناخد مركز كويس في كاس العالم. حلو قوي، حلو قوي الهدف في كاس العالم ده. كنت عايز تعلمنا افريقيا. لا لا انا خلاص انا خدت الكلمه هنتكلم فيها بقى خلاص. الهدف في افريقيا ان انت توصل لكاس العالم وكمان تكسب افريقيا، لكن الظروف لم تتيح لك الفرصه تكسب افريقيا في كاس العالم. الوضع شكله هنشتغل، واحنا عندنا تارجت، حتى انا قلت لهم بعد البطوله واحنا نازلين من الباص بعد الماتش مالي خالص، احنا عندنا تارجت اللي احنا مش هنروح نطلع الاخير. يعني على الاقل هنكسب جيمين او جيم او جيمين يوصلونا مركز كويس يعني. وهنشتغل على الكلام ده من بعد ايه، عندنا اجتماع يعني مع كابتن عمرو مصلحي رئيس لجنه المنتخبات وكابتن طلبه وكابتن رحاب، هنبدا نحط البلان كلها ازاي هنبدا نشتغل لكاس العالم. هلا اكيد لما سافرتي افريقيا شفتي حاجه مختلفه جوه، يعني شفتي حاجه في رواندا، انت عمرك طلعت افريقيا؟ اول مره من مصر ونيل مصر حاجه جميله والنادي الاهلي والوضع مختلف، شفتي ايه مختلف في افريقيا؟ كل حاجه مختلفه. ايه المختلف؟ لا عايز اعرف ايه المختلف هناك؟ الناس والطبيعه هناك غير هنا خالص. هم طيبين. طيبين جدا. طب وفي الاقامه ما زمزقتيش وقلت يا كابتن علي ما اقعدش هنا مش هنام هنا كده يعني؟ لا احنا كنا مستحمين كل حاجه عشان احنا كان عندنا هدف وكنا عايزين نوصل له، فاستحملنا اي حاجه يعني حصلت هناك. هناك الاحتراف موجود معانا منا ولا ايه؟ قولي لي ايه. لا ما عايز اعرف. ناوية تسافري برا مصر وناوية تحترفي؟ عندنا نادين سبعة واعتقد يا كابتن علي، وعندنا نجمات كتير. عندنا نادين وعندنا ساسو وعندنا ريموسا وعندنا هالة وكذا حد يعني. عندنا نجمات كتير قوي. اشمعنى كرة السلة بالشكل ده؟ يعني بالذات في البنات؟ عشان بنوصل كاس عالم وبنلعب افريقيا في الناشئين، يعني احنا في الناشئين وفي بطولة افريقيا مصنفين، يعني الناس بتعمل لنا حساب يعني اول لا تاني. فان كل الايجنت بيروح يتفرجوا على افريقيا وعلى كاس العالم فبيختاروا الناس. هناك. قولي لي بقى يا منى، ايه رايك الاحتراف والقصه والهدف اللي جاي لعندك؟ هو انا يعني ان شاء الله يعني الهدف بتاعي اللي هو المين بتاعي ان انا ان شاء الله اخد سكولرشيب بره، بس يعني الهدف دلوقتي اللي انا عايزاه ان احنا ناخد مكان كويس في كاس عالم. اذا كان في مالي بتتضربي وعملت ايه؟ واحد خدك واحده بنت ضربتك وقعدك على الارض، طب في كاس عالم هنعمل ايه؟ احكي لي. يعني انا مش انا هبقى حاسه ان يعني كابتن علي بيقول ان هو اللعب عايز الصوره دي يا منى، الصوره دي ليه واقفين حاطين ايديكم كده؟ كنا بنحيي العالم بتاعنا. اشمعنى حاطين ايديكم؟ يعني انتوا اكيد دي حاجه معينه، يعني ده تفاؤل معين، ده الفرقه كلها بالشكل ده، ولا انتوا متفقين ولا ايه؟ احنا اتفقنا عليها وبعدين ما عملناهاش بعد كده، كنا حاطين ايدينا ورا ظهرنا. ليه؟ ده اتفاق ده في ماتش ايه طيب تفتكري؟ ده في ماتش اوغندا. ماتش اوغندا؟ طب ما كسبته ما كملتهاش ليه؟ طب نكمل معاكي، قولي لي بالنسبه لي كاس العالم، وقلت لي ان هناك كانت في خناقه في افريقيا جامده، فالكاس العالم اقوى كتير. هو كابتن علي قال ان هم لعبوهم لعب كاس عالم مش زي اللعب اللي هو بتاع افريقيا، يعني هم بيلعبوا لعبهم يعني زي ما حكيت ان هم لعبوهم انضف من يعني ما فيش ضرب اهدى شويه. تمام بس فشايفه ان الموضوع هيختلف كاس العالم. كابتن علي الخطه اتحطت لكاس العالم ولا لسه ما حطوش خطه لكاس العالم؟ لا لسه يعني انا بقول لك بعد حضرتك بعد العيد، بس ان كابتن طلبه في السنغال وكابتن عمرو بره مش غير كابتن رحاب ودكتور مجدي، فعندنا اجتماع بعد العيد يعني بعد بس العيد. بس يعني يعني دكتور مجدي واحنا نازلين من المطار استقابلنا طبعا، فقال لي عايزك تبدا تفكر هنعمل ايه وعايز تعمل ايه عشان نبدا نشتغل. هل اسالك سؤال بصراحه عشان قبل ما الناس بتسافر في الالعاب الجراية بره كره القدم ما حدش بيتكلم عليها، ولما يحاولوا انجاز يتكلموا عليها،
الاعلام المصري غير النادي الاهلي بصراحه، غير قناه الاهلي، دايما بتابع كل الاحداث الرياضيه. رايك ايه؟ تقول لهم ايه؟ ايه الدعم اللي انت عايزاه من الاعلام المصري في المرحله اللي جايه بعد كاس العالم؟ ان هم يدعموا كل الفرق يعني، وكل الفرق عامه بتحقق انجاز برضو مش كره قدم بس يعني. اكيد ده انجاز كويس جدا جدا جدا، لكن المرحله الجايه عايزه الموضوع ده يبقى اخباركم موجوده متواجده، بيدوروا عليكم في كل الاماكن. مظبوط مظبوط. السوشيال ميديا اخبارها ايه يا فريده؟ واضح انت بتعرفي في السوشيال ميديا صح؟ لا. امال مين بقى؟ ايه قلت ايه قلت كنت انت قافل عليهم خالص؟ لا كنت مقفول عليهم. مقفول عليهم هناك بس وهنا الاربع شهور ليه؟ يا نفسي صح؟ من اول ما دخلنا المعسكر مقفول علينا. ايوه انا عايزكم تتكلموا كده بالظبط. كل بقى خلي بالك الاصوات تتعالى في الاستديو عندنا كله بيقول. لما كنا هناك كنا بناخد يعني، لما كنا في رواندا خدنا موبايل مثلا نص ساعة بس. احنا كنا بناخد. انت متضايقة قوي. متضايقة جدا. لا حتى لما كنا عشان انا كنت طول النهار ماسكه التليفون، وبعدين بقى لما لقيت التليفون مبقاش معايا بقيت اللي هو يعني مركزه في الموبايل. فين الموبايل؟ يعني كنا بناخد ماتشين، ناخد ماتشين لا ماتشين بس يعني ساعات بقى ما كناش بناخده خالص يعني. سيبك تتكلم، خلي بالك هسيبك تتكلم في الاخر. واضح ان انت في ثوره على الموضوع. قولي لي هلا، قولي لي ايه بقى؟ قلت له ايه يعني؟ دخلت كنت عايز ادينا تليفون، ادينا تليفون، محتاجين تليفون، ولا خلاص اتاقلمت على الوضع بصراحه؟ اتاقلمنا، ما كنتش بقدر اقول ادينا تليفون بصراحه. كابتن علي، كابتن علي بيزعق جامد في المباراه. اه ده لازم يعني. لا بص يعني بص هنا كرهاني خالص. لا 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 بس ده لازم يعني. اه بس هو يعني كل مدرب اكيد هي يعني بالذات في الماتشات اكيد هيجي له فتره، ويعني كابتن علي كان اكيد كان عايز يرمي كرسي على الجمهور اللي بره يعني. دي بتبقى حاجه طبيعيه. كرسي على الجمهور اللي بره؟ اه الدرجه يعني. ايه يا كابتن علي؟ ايه الدرجه اللي بتقول عليها؟ كان هادي في الماتشات. كان هادي؟ كان هادي. معاه تنزانيا بس. معاه ماتش تنزانيا. قولي لي في مواقف كابتن علي في المباراه تفتكريها زعق مين؟ جاب حد مشعرها؟ اه مين؟ تنزانيا. اه اي ايه اللي حصل؟ احكي لي. كان تنزانيا، كان اول ماتش في مالي يعني. كان في تنزانيا كنا يعني صح، كنا اتدلعنا جدا واستهزأنا بالفرقه. واضح انت صريحه جدا. استهزأنا بالفرقه جامد، فيعني ما كانش ينفع نعمل سكور يعني، فيها سكور قليل قوي مع تنزانيا يعني. بس في فرق مستوى واضح. اه يعني اه يعني احنا احسن منهم بكتير، فاحنا دلعنا شويه في الماتش، قلنا عادي هنكسب، بس يعني كان الماتش هيروح مننا. او كنا في الشوط الثالث، فهو انا كان فرق 10 بوينت او حاجه ما بين الشوط في الشوط الاول والشوط الثاني. زعق كابتن علي كمان وكمان. زعق مفيش مشكله. هل اكيد في السوشيال ميديا جالك تعليق حلو بعد البطوله تفتكريه؟ اه افتكر. ايه هو؟ ان هم كانوا بيقولوا ان انا كنت يعني كباتن وكده، كانوا بيقولوا ان انا كنت بلعب حلو جدا. وكانت كانت في حاجه مفرحاني هناك يعني، ان كان الجمهور كله كان معايا وكده، كان بيشجعني. تمام. وايه بابا وماما؟ سريعا قبل ما نخش على فقره مهمه دلوقتي، هيطلعوا لنا كذا صوره خليكم عليها، قلتوا عليهم انا مش هتكلم خالص. تقولي لي الاسره بعد ما وصلت نجما كده، وان شاء الله باذن الله في القريب جدا تكون نجوم مصر، واذا تكسب بطوله افريقيا للسيدات. طبعا بشكر مامتي وبابايا جدا جدا على التعب اللي هم تعبوه معايا، واختي فرح بتلعب في الزمالك وهي اللي دعمتني، وهاجر طبعا التوين بتاعتي. ده انتوا ثلاثه بتلعبوا ثلاثه باسكت؟ واحده بتلعب فيرست تيم في الزمالك، والتيم بتاعتي هاجر، بس ما حصلش نصيب يعني ان هي تسافر معانا. بس الحمد لله كانوا بيدعموني يعني وكده، وبشكرهم يعني هاجر وفرح. بشكرهم. خلينا نروح لفقره الصور. عبيد كذا صوره. لا انت عايز بقى تخش انت بقى ايه؟ انا إيه انا شكلي مركز قوي، بس انا وشي شكله يعني حد ضربني بالبوكس تحت عيني. الماتش الصوره دي كانت ماتش ايه؟ اظن كانت في ماتش اوغندا. اوغندا. اه لبست ليه رقم 48؟ هي قصه طويله قوي. ايوه حلو، انا احب القصص يعني. لا احب القصص، ما عنديش مشكله، قاعدين مع بعض. هو انا اصلا كنت رقم 4 في الاول. كويس. فواحده معايا الفرقه اخدته، وبعدين انا قعدنا كل شويه قاعدين بيغيروا الرقم بتاعي، فجت بالصدفه كده خدت رقم 41. 41؟ فكنت دي 8. اما انا كنت جايه اغير الرقم بتاعي، فكنت هاخد 4 تاني، وبعدين هي معايا قالت لي لا انا عايزاه وكده. فريحت نفسك؟ ريحت نفسي يعني من الاخر، عشان ما توجعيش دماغك وانت ضاربه رقم باين. اخدت رقم بقى بعيد، ما حدش يفكر فيه يعني قوي. بصراحه بابايا هو اللي قال لي عليه يعني، هو اللي جاب لي الفكره. انا رقم 48 ده اليوم يعني الاربعاء، ده اليوم اللي اتولدت فيه في شهر 8. في شهر 8. كل سنه وانت طيبه. شهر 8 احنا بنقول شهر 8 زي بعض. تعالى كويسه جدا، كل سنه وانت طيبه منك. نخش نروح على الصوره الثانيه اللي موجوده معانا. صوره مين بقى دي؟ فريده تامر. ايوه دي في اي ماتش؟
أوغندا. أوغندا ده ليه لا كابتن علي ليه لابسه واقي وجه؟ كانت قبل المعسكر البوسنة اتخبطت في التمرين فجالها زي شرخ كده وراحت للدكتور وبتاع فلا لازم تلعب واقي. فطول الماتشات بتلعب كده مش مؤثر معاها في اي حاجه كابتن علي؟ اثر شويه في الاول في التمرين بس كنا معودين عليها في التمرين وفي المعسكر البوسنة. لازم اعرف مين بقى اللي بيعمل مشاكل بس في الفقره الثانيه في الحوار الثاني هنكمل مين بيعمل الفقره الثانيه كمان صوره كمان مين بقى؟ انا هاله. انت هاله قايل ايه هاله انت وساره ليه في وسطيهم كده؟ هعمل ايه؟ دول مالي صح؟ دول مالي بتضربي هاله جامد في ماتش مالك؟ انا اتنفخت من الضرب يعني من الاخر يعني الموضوع كان صعب جدا بس يعني انا حاولت ان العب كويس يعني كده كنت بخش عليهم عايزين عادي جدا. تقولي اتحاد السله وعايزين ايه من اتحاد السله كلاعبات سريعا بقى جدا عايزين ايه في المرحله الجايه منهم سفريات ودعم شكله ازاي؟ اولا طبعا بشكرهم يعني ان هم وقفوا جنبنا وفي الفتره اللي فاتت يعني وفي المرحله الجايه ان هم وقفوا جنبنا اكتر يعني كده باذن الله. بجد حاجه تشرف بنات يشرفوا نجمات كبار فعلا معانا قدروا يشرفونا وقدروا يوصلوا كاس العالم. لازم ندعمهم ولازم نستمر في تدعيمهم. اتحاد كره السله مشكورا كابتن علي قبل الهوا قال لي لا في تدعيم كويس وان شاء الله يكملوا مرحله التدعيم دي باذن الله لغايه ما يوصلوا كاس العالم. اتمنى انا كخالد العوضي اتمنى لهم التوفيق واتمنى لهم كمان ان هم يقدروا يعني بيقدروا يقفوا قدام فرق العالم لان الموضوع مختلف عن بطوله افريقيا. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمات في منتخب كرة السلة للناشئات بس كابتن علي هاشم هيكمل معانا الحوار. واحد انا جانا بركة ومعايا ضيفنا النهارده فريده البنداري كابتن علي هاشم وكابتن خالد. طب نكمل بقى الحوار، ايه رايك؟ انا معايا نجمات فعلا هي ما شاء الله عليها جانا بركه يعني حاجه جميله. هي عندها حلم تطلع مذيعه وهي مذيعه جامده جدا بصراحه وهي ممكن تدور الفقره الثانيه في البرنامج معانا النهارده وتعرف وتعرفنا وتقول لنا ايه اللي حصل هناك في رواندا معاهم في افريقيا مشاكل وافراح واحزان وحاجات كتيره. جانا هبدا معاك الحوار. عايز اسالي كابتن علي تقولي له ايه؟ اسال كابتن علي؟ اسالي كابتن علي يلا اقول له اسالي سؤال اساليه اي اسالي اللي انت عايزاه انت المذيعه بقى ماشي. اصعب وقت عديت بيه في المعسكر قبل ماتش انجولا. قبل ماتش انجولا بس دي في المعسكر ولا البطوله؟ ها في البطوله. في البطوله. في البطوله قبل ماتش انجولا. قبل ماتش انجولا ليه يا كابتن علي؟ عشان ده الجيم اللي كان هيوصلنا خلاص لكاس العالم يعني. لكاس العالم. كاس العالم لا قدر الله كان حصل حاجه كانت خلاص يعني. كان خلاص الاحلام هتطفي عندك. اوت سايد خلاص. اوت سايد. فريده ماتش انجولا كان محور فعلا دي حقيقه، لكن انا شايف من وجهه نظري ان انتوا بنات عشتوا في مصر والموضوع مختلف. تسافري افريقيا تلاقي ناس كلها يعني سود قدامك، تعامل صعب، حاجات ما شفتهاش قبل كده، ازاي اتعاملتوا مع الموقف ده وانتوا كلكم يعني هنا في مصر الحياه مختلفه تماما؟ اه واحنا يعني ما حطيناش في دماغنا خالص ان هم غيرنا او هم احسن مننا في حاجه وان احنا التارجت بتاعنا واحد اللي احنا رايحين نكسب ونتأهل ان شاء الله لكاس العالم. فده يعني ما كانش حاجه قوي بالنسبه لنا. يعني انا رحت اقامه في افريقيا بكده لقيت سحالي وعقارب وتعبي ماشيه وحاجات كتيره. اتعاملتوا زي مواقف في مواقف بقى حصلت بينكم وبين بعض وجري وناس بتصرخ؟ احكي لي. بورصه يعني كنا اصلا اول حاجه بنصحى لما بننام يعني بنبص في السقف على بندور على براس او اي حاجه. حاجه جميله جدا برضه. وكان في فران وكده ولا حاجه خالص؟ كان في في صريخ حصل يا جنى في 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 صريخ في صريخ حصل عندنا فعلا ناس بتتقرف من الناموسيه. بعدين بدانا نصرخ كابتن عادي بعدين اجي اقطع علي. ازاي يقدروا ياخدوا نفسهم يعني كنت بتخشوا لهم بقى وتهدي الامور وكده ولا ايه بالظبط؟ كان في مواقف صعبه. هو اول يوم هو في احنا سافرنا على مرتين. سافر الجهاز الاول وبعد كده سافرت انا بعديهم بحوالي 8 ساعات انا وكابتن خالد قوسي رئيس البعثه وال 12 لعيبه. سبقني بقى الجهاز كلموني من هناك واحنا كنا في مطار اديس ابابا قالوا لي الدنيا صعبه جدا والاقامه وحشه وكل حاجه وحشه فقلت له بلغت كابتن خالد القوسي فقال لي ما حدش يتحرك الا لما نروح. رحنا طلعت الاوض شفت كانوا هم حاطيننا في هم بالظبط هم دورين الاوتيل ومعانا مالي ومعانا اوغندا والناحيه الثانيه زي اكواخ كده وبتاع بس
احسن سنه في نفس الاوتيل في نفس الاوتيل اه بره بقى كده ومطالع كانك على طلع جبل كده ف فحاولنا قعدنا لا هننقل لا مش هننقل رئيس الاتحاد الافريقي ما كانش لسه جه ما عرفناش فضلنا طب هنستنى لحد الصبح قلنا لهم خلاص بس مش هنقعد هنا يعني جبت الفرقه جنبي في الليكواغ دي كانت احسن سنه شويه يعني من اللي انا شفته فوق هم ما طلعوش فوق ما شافوش فوق يعني الموضوع كان صعب جدا اه لا 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 جنى قالوا لي بعد الماتش وطبعا هنا بتخلصي بتروحي بتخرجي ممكن تروحي البيت تخرجي تعملي حاجه تعملي شوبينج ايا كان بعد الماتش هناك بتعملوا ايه بعد الماتش هناك آه. كنا نخلص الماتش يعني كسبنا الحمد لله نروح الهوتيل العشاء على طول بعديها نطلع نستحمى وننام على طول على طول كان ساعات يعني ناخد التليفون يعني مثلا خمس دقايق كده نكلم اهلنا برضو قفش على التليفون وكله قفش على التليفون كابتن علي موضوع التليفون مهم جدا قولي لي اتعاملتوا ازاي مع الاكله فريده هناك اتعاملتوا مع الاكل ازاي بصراحه هو احنا يعني هم كانوا محذريننا من قبل ما نروح اللي طبعا الاكل هيكون مش حلو وبتاع فكنا جايبين معانا اكل بس يعني في الاوتيل يعني الناس كانت بتحاول على قد ما تقدر ان هي تردينا وبتاع بس برضو كنا ننزل بالاكل بتاعنا يعني برضو كان في حد عندك ما بياكلش الاكل بتاع افريقيا في خالص قعدوا المده كلها ما ياكلوش يعني كنا بنحاول بس ضغطنا شويه كده بقى نجيب شويه رز فرخه بتاع ما لكن ما فيش لا ما فيش في 2 3 ما يدروش لا الدنيا بتكون صعبه جدا فعلا جانا اكيد بيكون عندك دراسه وبيكون عندك تدريب في النادي وكمان منتخب فالموضوع صعب جدا بتوفقي ازاي بين الثلاثه اه بصراحه السنه اللي فاتت دي كانت اصعب سنه يعني مريت فيها في حياتي يعني فاحنا يعني مدرسه يعني انا في مدرسه المانيا هو سيستم صعب قوي يعني طبعا فهو يعني كنا لازم نخلص المدرسه بعديها يعني لو هلحق حاجه يعني هلحقها ما بين الغدا ويعني عشان الحق اروح البس وكده انزل التمرين يعني في رمضان احنا يعني كنا بنبهدل يعني مدرسة احكي لي اليوم مدرسه الساعه 7 بعديها تمرين المنتخب يبقى الساعه يعني 1:30 كده قبل الفطار فكنت بجري من ده على ده وبعدين بنفطر اصلا في المركز الاولمبي كلنا عيله مع بعض كويس بعديها تمرين تاني بعديها بقى اللعيبات يعني في المركز واللي هيروح بيته وكده بتقدري توفقي دور الاسره هنا فين معاكي الاسره هي كانت بتدعمني جدا بصراحه يعني ماما برضو ايه ماما اه بصراحه يعني عملت نص الحاجه يعني هي كل حاجه يا بتوصل بتغدي بابا ايه لا انا موجود طبعا ملوش دعوه بالموضوع لا بيدعمني بص وانت يا فريده قولي لي تقولي لماما بابا ايه لما بيتي نجمه ووصلتي كاس العالم كده والهدف بيتحقق بتاعك لا طبعا اقول لهم ان يعني ما كنتش اقدر اعمل كل ده من غير ما هم يكون بيدعموني وبيوصلوني لكل حته من هنا للمدرسه للتمرين وكل فما كنتش اقدر اعمل كل ده من غيرها خلينا نرجع لماتش مالي شويه يا جماعه ماتش مالي والضرب وكانت فريده قاعده قالت لي حد اخذني وقلبني وقصه اخبار ماتش مالي ايه؟ هما مالي فرقه مالي يعني هي في حته ثانيه بصراحه يعني هما اقوى مننا بكتير واسرع وهما برضه متعودين على اللعب في افريقيا يعني احنا بالنسبه لنا الموضوع كان صعب بس اتاقلمنا عليه بس هما يعني واخدين خبره اكتر مننا طبعا وكسبانين يعني بقى لهم 8 سنين اول وكده فهم يعني فرقه جاهزه يعني فريد عايزه تعلق على الصوره دي صوره لوجاني صح لوجاني سامي وهي بتاخد ايه بقى احكي لنا كده بس تري بوينتر في البطوله اه اتبسطت ان هي خدت الجائزه دي اه طبعا يعني هي واحده من الفرقه وواحده من العيله بتاعتنا فاني ان هي حد من مصر يكون احسن تري بوينتر في البطوله دي كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا كابتن علي خدت حاجه شخصيه لكن اعتقد دي حاجه جماعيه للمنتخب مصر كلها طبعا حاجه محترمه جدا وحاجه يعني هي تستحقها الصراحه يعني تستحق الاداء ده قول لي حضرتك يعني بس هخرجك شويه من بطوله افريقيا للناشئات لكن عندنا دلوقتي بطوله افريقيا للمنتخبات لمنتخب مصر للسيدات فاللي تقام في السنغال موجودين دلوقتي حالا موجودين هناك شايف بطوله افريقيا صعبه سهله قريبه ولا الموضوع شكله ازاي مع منتخب السيدات والله احنا ما كنا قاعدين في الاجتماع يعني عندنا تارجت السنه دي ان شاء الله يعني نخش الستة كابتن ايهاب والمجموعه اللي هناك ومعهم كابتن طلبه بيحاربوا على الكلام دوت ان شاء الله يعملوا ماتشات كويسه هي المجموعه بس صعبه شويه معانا السنغال معانا كوت ديفوار لعبناهم كان يعني في بطوله وديه لسه خلصانه امبارح كانت في السنغال فان شاء الله يعملوا ماتشات كويسه باذن الله ويكملوا الفرحه دي باذن الله يا رب باذن الله نتمنى لهم الخير باذن الله جانا السوشيال ميديا اللي كابتن علي قفل عليها تماما رجعتي لقيتي الموضوع مختلف الناس فرحانه اكيد بيكي هو غير ما انت مسافره ما حدش يعرف اي حاجه
هو اصلا اول يعني في الاول يعني بيقول لنا احنا في المنتخب وكده ما كانوش مدينا قيمه، بس لما بعد ماتش انجولا بالذات لما وصلنا كاس العالم يعني احنا اتشهرنا بصراحه يعني فعلا اقسم بالله يعني الناس كلها عرفت احنا مين وكده، وناس يعني عمري ما كلمتها في حياتي كلها بعتوا لي وبتاع. مبسوطه مبسوطه اه كان احساس حلو قوي بصراحه. تقول لهم ايه للاعلام المصري وهم مش متواجدين على حدث معاكي قوي؟ المفروض يعني ياخدوا الجين يعني من الاول يعني يعني من قبل واحنا في المعسكر الداخلي وكده يعلنوا يعني الحاجات دي عشان يعني شايفه ان السوشيال ميديا اديتكم حقكم شويه غير الاعلام المصري؟ اه بصراحه لفرقتنا يعني اخذت حقها بزياده كمان. لا لسه كتير، لسه قدامنا كاس العالم ان شاء الله اكيد. قولي لي ده افريقيا حاجه وكاس العالم حاجه ثانيه. كاس العالم بالنسبه لكم ايه؟ يعني هو طبعا كان حلمنا كلنا ان احنا نصعد كاس العالم، يعني الحمد لله يعني بعد ما تصعدنا له كلنا فرحانين، وبن يعني بالذات عشان احنا ده اول منتخب ندخله، فاللي احنا من 6 سنين احنا اول ناس نوصل لكاس العالم. فشايفه ازاي كاس العالم؟ صعب سهل ولا ايه؟ لا يعني طبعا صعب شويه غير عن افريقيا، بس نقدر ان شاء الله. جانا لازم اسالك بجد على حاجه مهمه، ايه الفرق بين البنت المصريه والبنت اللي في مالي؟ بصراحه شديده جدا. عايز صراحه والله. صراحه هي هناك دراعها قد يعني فخدتين يعني. ويعني هنا يعني احنا يعني فاتحين بنا هناك يعني بلاويت شويه يعني الموضوع صعب شويه. هناك ما عندهمش شعر، واحنا يعني حسيت هيمسكونا من شعرنا بس عشان يحسوا كده. كابتن علي نقدر نوصل للكلام ده ولا صعب شويه بصراحه؟ فين؟ لفرق مالي. لا لا قربت قربت. لا هو يعني هي بس هم بدنيا بس، لكن باسكت بول احنا بنلعب باسكت بول احسن، دماغنا احنا احسن، الذكاء احسن. هي العمليه بدنيه عندهم بالفطره يعني بدنيا احنا مع، وكان معانا واحد يعني احنا كمان متطورين بدني كويس قوي، انا يعني بحب اشكره جدا على الهواء الدكتور احمد ابراهيم يعني مخطط الاحمال، يعني عمل معانا شغل يعني هو 50% 70% من وصولنا للراجل دوت مخطط الاحمال. اسمه ايه مخطط الاحمال؟ احمد ابراهيم. احمد ابراهيم دكتور احمد ابراهيم يعني. طيب قبل ما تسافر افريقيا وانت بترتب الحال بتاعك وبتقول دي هنا ودي هنا ودي هنا، وقعت لعيبه مهمه جدا منك كابتن رقيه. رقيه فاروق. رقيه فاروق وقعت معايا من في البوست. عوضت الموضوع ازاي وانا عارف انت كنت معول عليها؟ طبعا هي برجت لنا الحسابات خالص، بس احنا كان في برضو معانا ملك عبد القادر كان عندها اصابه قبل ما نسافر البوسنه، فاتخذ القرار اللي احنا هنسيبها هنا تجهز في نفس المركز، وما مشيتهاش. قعدت معاها قلت لها انت هتتحط لك بروجرام وهتشتغلي هنا، وفعلا البنت اشتغلته، ولما وقعت رقيه مننا هناك كلمناها جهزي هتبدا تخش معانا لما نرجع، ودخلت فعلا. كنت متوقع ان ممكن حد يقع منك في المعسكر اليوم ده؟ كنت حاسس. كنت حاسس كده. كنت حاسس قمت الصبح كنت حاسس ان في، وفي واحده من الموفيتات بالذات كنت حسيتها الصبح يعني. يعني كنت قلقان او عارف ان في حد ممكن ينزل منك. كنت حد هيتعور يعني. فريده اكيد معسكر البوسنه فرق معاكم. طبعا يعني هو ادالنا اكسبيرينس كتيره قوي اللي احنا نلعب فرق وبلاد غيرنا، فده بصراحه يعني يعني كان حاجه كويسه لينا اللي احنا نلعب. الاختلاف بين البوسنه وبين افريقيا. طبعا يعني هي اي خبره وخلاص كانت لينا قبل الماتشات كانت هتبقى كويسه لينا. طيب بص احنا لازم نخرج سريعا لتليفون مهم جدا معانا، صديق العزيز ونائب رئيس اتحاد كره السله كابتن محمد عبد المطلب من السنغال. كابتن محمد مساء الخير. كابتن محمد. لا خلاص يعني احنا كده كابتن محمد تقريبا الخطوط دخلت في بعض، نحاول نجيبه تاني. اكيد دعم اتحاد السله معاك حاجه كويسه جدا، عايز ايه في اللي جاي؟ هم العمليه يعني انا زي ما بقول لك اول ما نزلت المطار دكتور مجدي قال لي شوف هتعمل ايه. سيبنا البرنامج، ماليش دعوه بالبرنامج وكل الكلام، انت هتكتبه على الورق ده وهتتعامل بيه. لا لا انت فعلا طالب ايه عشان نقدر نحقق حاجه في كاس العالم؟ احنا انا هبدا ان شاء الله يعني مع هقعد مع كابتن عمرو مصالح ان شاء الله، فمحتاجين برضو هنبدا نشوف المسابقات هتتعمل ازاي. غالبا هنبدا بعد الدوري المرتبط هنشتغل، هناخد كل اخر شهر برضو من شهر 12 او شهر 11 هناخد 4 ايام. استنى يا كابتن علي عشان بس نرجع، انت فاهم بتطير. هنرجع تاني سريعا لصديق العزيز نائب رئيس اتحاد كره السله كابتن محمد عبد المطلب. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كابتن علي وعلى كل الموجودين في الاستوديو. انا مش عارف مين
كل البنات الجمال اللي كسبوا طبعا لعلي والفريته وما شاء الله نتائج كويسه. انا للاسف يعني ما سالتهمش في المطار. انا كنت طلعت على السنغال مع منتخب السادات عندنا بطوله افريقيا فرصه بقى اقول له مبروك وما شاء الله عليكم وعايزين نعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم. احنا بنبارك الاتحاد السله وبنقول له الف مبروك وصولهم لكاس العالم، لكن فعلا شايفين الوضع في المرحله اللي جايه استعداداتهم ايه لكاس العالم يا كابتن محمد؟ بص يا خالد لسه ما اتكلمناش يعني كلامنا فنيه ولجنه الانتخابات لسه ما عملناش مع بعض. الفكره ان السنه دي مالي منتخب 19 ولاد عملوا انجاز رهيب ان هم وصلوا لنهائي كاس العالم اول مره في تاريخ الفيفا فريق كره السله ان فريق من افريقيا يوصل يعدي دور الثمانيه ويوصل فاينل كاس عالم. فطبعا يعني عمل لنا ايه بيدينا يقول لنا لو اشتغلت صح ممكن تعملوا حاجه. الموضوع مش صعب وده دي الرساله اللي وصلت لنا كلنا في اتحاد السله وفي افريقيا عموما وبعيده عن اوروبا وامريكا. الاتجاه طبعا ان احنا هنكمل معاهم مع المنتخب. احنا بقى لنا يمكن من السنه اللي فاتت شغالين احنا مكملين معاهم لغايه السنه الجايه ان شاء الله كاس العالم. اكيد هتبقى في تجمعات سريعه قصيره كده طول فتره الدوري المحلي اللي بيلعبوه السنه دي، وبعدين بعد نهايه الدوري اكيد بقى هتبقى التجمعات اللي هي الطويله المغلقه معسكرات الاعداد. اعتقد ان هيبقى عندنا فرص كثيره ان احنا نلعب بطولات وديه بره بما اننا دوله من الدول اللي وصلت كاس عالم، فهتبقى عندنا فرصه ان الناس يبقى في طلب ان احنا نشارك في دورات وديه دوليه في اوروبا ممكن. فاعتقد الاعداد او الاحتكاك هيبقى كويس وانا فعلا مع طبعا التنسيق مع لجنه المنتخبات ابتدينا نشوف الاصدقاء بتوعنا في اوروبا نواياهم ايه من حيث الدورات اللي هيعملوها بحيث ان احنا نبتدي نجهز دلوقتي مع الجهاز الثاني بالقدره عليها. طيب بصراحتك المعهوده كابتن طلبه كان متوقع المنتخب ده يوصل لكاس العالم بصراحه شديده؟ بصراحه لا، كنت حاسس ان هم لسه بعيد شويه. احنا ما عملنا لهمش الاعداد الكافي بمنتهى الامانه. برضو خسرنا لعيبه مهمه جدا يمكن اللعيبه الاساسي الارتكاز قبل البطوله على طول. فكنت حاسس ان يعني طبعا بتمنى وبعد ايه ان احنا نوصل اكيد، كنت حاسس انها صعبه فوصولهم للنهائي قبل ماتش انجولا الصبح ان هم يتاهلوا كاس العالم ده طبعا بالنسبه لنا انجاز. احنا بقى لنا منتخب 16 بقى له اربع سنين او خمس سنين ما وصلش كاس عالم، بقى لنا سنتين 2017 2018 او 2018 2019 ما عندناش منتخبات بنات طلعوا في كاس عالم. فطبعا الفرقه دي يعني لا زي ما بنقول في البايب لاين كده بتدخل لنا لعيبه جديده يبتدوا يكملوا على اللعيبه الموجوده في المنتخب الاول. فانا شخصيا بمنتهى الامانه كنت حاسس ان الموضوع صعب عليهم لكن البنات خذلوني وخذلوني حاجه حلوه طبعا. طبعا اكيد ان هم وصلوا وناقصين، واعتقد ان لسه في تدعيم للفريق. يعني احنا عندنا برضه عشان نكون امنا مع بعض احنا عندنا بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم. اكيد علي هاشم عارف الكلام دوت هو ايه اكيد كمان محتاجين تدعيم لبعض المراكز. فمحتاجه اشوف اللي من دلوقتي تجهيز المراكز دي او تجهيز العناصر دي عشان يبقوا موجودين في كاس العالم، لان احنا زي ما بقول لك زي ما قلت الاول خالد مالي رفعت السقف جدا لافريقيا وادتنا الامل ان الموضوع مش مستحيل قريب نتخطى حاجه كتير كمان. طيب لازم استغل وجودك في السنغال بقى ونستغلك معانا، قول لي اخبار منتخب السيدات ايه واخبار الاقامه وبطوله افريقيا الصعبه جدا لمنتخب سيدات كره السله. بص احنا كان عندنا اختيارين، يا اما نطلع معسكر رياضات خارجي في اوروبا يا اما دوره دوليه وديه في السنغال هنا. اخترنا ان احنا كاتحاد طبعا وعمرو فتحي لجنه الانتخابات وانا كلجنه فنيه اخترنا ان احنا نيجي نعوض في السنغال لعبنا ثلاث مباريات وديه مع انجولا اللي هي ثالث افريقيا ومع كوت ديفوار اللي هي السابع واحنا الثامن ومع السنغال اول افريقيا. السنغال بيلعب في حته ثانيه يعني مستوى رهيب. خسرنا من انجولا 6 بونت، خسرنا من كوت ديفوار باسكت، خسرنا من السنغال كتير الحقيقه 42 بونت 158 لكن دخلنا بجو البطوله بدري جدا. البنات شافوا ان الموضوع عامل ازاي ومحتاجه مش بعيده الموضوع مش بعيد
لكن محتاج تركيز ومحتاج جهد ومحتاج عرق ومحتاج روح ومحتاج حاجات كتيرة. حتى الآن احنا قاعدين على استضافة الاتحاد السنغالي، الناس ما اصطادتش معانا، الإقامة كويسة جدا. بكرة هننقل بقى على فندق تاني اللي هو الفندق فترة البطولة. ماتش السنغال الأخير لعبنا فيه في الصالة الدولية بتاعة اسمها داكار أرينا اللي بنيها NBA. يمكن احنا كنا نزلنا شوية صور على الموقع بتاع الاتحاد شفتها كده. الصالة حاجة تانية خالص الحقيقة، مش في أفريقيا اللي بنيها NBA، فالموضوع مختلف. احنا ترتيبنا الثامن افريقيا والخامس او خمسين عالميا. احنا التارجت بتاعنا بمنتهى الامانه برضه بمنتهى الصراحه اللي يعني انت متعوده مني طبعا نخش السته عشان نخش تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020. نوصل يعني نوصل السته وبعدين نبتدي نتكلم نعمل ايه مع البنات تاني. تمام. مش شايف ان الموضوع بعيد، هو صعب بس مش بعيد، مش مستحيل. ويعني اعتقد الجهاز الفني بيكون كابتن ايهاب الالفي متصور السيناريو بتاع الماتشات اللي جايه عامل ازاي. فاحنا هنبتدي يوم 11 مع كوت ديفوار، هنريح 12 نلعب 13 مع السنغال. وبعد السنغال هيتحدد بقى طريقنا واتجاهاتنا، احنا هنمشي ازاي وهنوصل لفين ان شاء الله. كابتن طلبه باذن الله هبارك لك باذن الله. انا بقول لك اهو خلي بالك قرارات الاهلي وشا حلو جدا على ناس كتير جت هنا، فباذن الله نبارك لك وتوصل لدور الاربعه في دوري ابطال افريقيا. البنات مستنيه العزومه، البنات مستنيه العزومه بيقولوا. خلي بالك كابتن علي هاشم بيقول لك البنات مستنيه العزومه عشان تبقى عارف اهو. ان شاء الله باذن الله. طيب حاضر. ان شاء الله باذن الله يا كابتن طلبه، ان شاء الله باذن الله توصلوا وتحققوا، وباذن الله نستضيفك قريبا وانت راجع بعد السنغال ومحقق اللي انت عايزه تارجت اتحاد كره السله. كابتن طلبه من شويه شكرا جزيلا ان كنت معانا. يعني تارجت مهم جدا في البطوله الافريقيه، بس يعني الامور بعيده شويه. لا ان شاء الله، يعني انا عندي ثقه في الجهاز والبنات. ان شاء الله زي ما كابتن طلبه قال ان شاء الله نروح من السته عشان نبدا نخش التصفيات بتاع كاس العالم ان شاء الله. خلينا كلام سريع جدا عشان الوقت جري معانا في تليفون كابتن طلبه. الهدف اللي جاي عندنا احتراف وبطوله العالم، بتقولي عليهم؟ احنا عايزين ان شاء الله يعني نكسب ماتش او ماتشين في كاس العالم عشان يودينا مركز كويس يعني. يا رب. ويعني ان شاء الله كذا حد مننا يحترف او حاجه. هتحترفي؟ يلا بينا. ده طلع جانا ها نفس الكلام. نفس الكلام. عندنا صور مهمه جدا عايزين نوريها لهم وعايزين يعلقوا عليها. نطلع الصور. الصوره دي بصراحه شديده جدا يا جانا، صوره عجباني جدا. انا بحبها برضه. عامله ترند قوي جدا على السوشيال ميديا. تقولي عليها ايه؟ هي يعني صوره يعني بتوضح حبلنا كله يعني. ليه؟ بالعكس. صوره خاطر في السوشيال ميديا كلها وكل الناس بتتكلم ان الصوره حلوه جدا. اه الصوره حلوه قوي. الفكره جت منين؟ لا هي جت كده بصراحه، يعني ما كناش مخططينها يعني. هو كان في فوتو سيشن ده، فكل حد كان بيدخل يعمل اي حاجه يعني. قال لكم اعملوا كل حاجه. اعملوا اي حاجه. اي حاجه. فطلعت بس الصوره طلعت حلوه جدا. فريده ها. يعني الصور كانت بتمثل ان احنا قد ايه قريبين من بعض، ويعني قد ايه احنا بنحب بعض وبتاع. اكيد اكيد انتوا فعلا فرقه بتحب بعض، واكيد فرقه قريبه من بعض. ما كانش عامله كده يا كابتن علي، اكيد الجو اللي حصل اللي انت عملته جوه الفرقه دي اكيد حاجه مهمه جدا. بس انا عايزك حضرتك تعلق على الصوره دي الاخيره معانا النهارده. ده صوره واحنا بنستلم المركز الثاني في افريقيا. يعني كان نفسي تبقى الاول، بس الحمد لله يعني. ان شاء الله نبارك لك باذن الله على اللي جاي، وباذن الله تكون في كاس العالم وتحقق كل امنيتك يا رب. فعلا كنت مبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده، يعني مش عارف اشكركم ازاي. نورتونا وشرفتونا، الف مليون مبروك. ان شاء الله باذن الله في الدرجه اللي جاي نكون معانا كاس العالم، نكسب كاس العالم باذن الله. كابتن علي نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن خالد، وانا ببقى سعيد لما ببقى معاك والله. ربنا يكرمك يا رب. باذن الله كل التوفيق لمنتخب السله ناشئات تحت 16 سنه بقياده كابتن علي هاشم المدير الفني للمنتخب، وهو المدير الفني للنادي الاهلي، اللي بنتمنى له التوفيق في الدوري والكاس وبطولات الجمهوريه كلها باذن الله في المرحله الجايه. خلينا نخرج تقرير عن نجم كبير. فعلا النهارده حلقه نجوم كلها، نجم كبير حقق بطوله العالم في السكواش. نخرج تقرير عن كابتن مصطفى عسل بطل العالم للمره الثانيه على التوالي.